طب كيف الحال الآن في معهد الباليه؟ معهد الباليه الحقيقة حصل له طفرة تطور مهمة جدا في السنوات الأخيرة، ولكن يعني في بعض الأفكار يعني أنا بشتغل عليها دلوقتي، ومش بس معهد الباليه ولكن الأكاديمية بشكل عام، بحكم أن أنا خريجة الأكاديمية فعندي فكرة كويسة عن السلبيات. يعني إيه بقى حضرتك بتقولي بعض الأفكار قطعا أفكار؟ هقول لحضرتك، منذ إنشاء دار الأوبرا سنة 88 وانتقال فرق الأكاديمية إلى دار الأوبرا، تحولت المعاهد إلى بس هيئة تعليمية، ففقدت جزء كبير من الهدف اللي معمول عشانه. الطالب ما ينفعش طول الوقت يدرس 9 سنوات وهو ما وقفش على المسرح، يعني ما خدش الخبرة التراكمية بتاعة الوقوف على المسرح. ليه ما يقفش على المسرح الفترة دي كلها؟ علشان ما فيش فرقة في معهد الباليه دلوقتي، أو ما فيش فرق في أكاديمية الفنون دلوقتي. الفرق موجودة في الأوبرا، فحسب العروض اللي بتتعرض في الأوبرا يا يحتاجوا طلبة صغيرين في العروض أو ما يحتاجوش. ولكن وقت ما كانت فرقة الباليه في المعهد، كان إجباري على الطالب بعد ما بيخلص ثانوية عامة ويطلع من حارة البكالوريوس كان عنده درجات على العمل بتاعه في فرقة الباليه. فكان لما بيخلص ال4 سنين هو حصل له خبرة تراكمية في الوقوف على المسرح، لما يستعينوا بيه من وهو مثلا إعدادي أو ثانوي ويقعد 6 7 سنين في الصفوف الخلفية بتاعت المجموعات بتاعت فرقة الباليه، أو حتى في الأوركسترا، عازف في الأوركسترا وبعدين عازف أول وبعدين عازف منفرد، فهو هنا هيبقى سهل قوي أنه ينتقل بعد التخرج إلى الفرقة الكبيرة في الأوبرا.